ومعنا من باريس رامي خليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. أهلا بك سيد رامي. ربما استمعت إلى ضيفنا ناصر الدويلة من الكويت، عبر عن صدمة مما تم الكشف عنه في ما ورد في برنامج ما خفي أعظم في جزئه الأول، تحدث عن صدمة عنيفة جراء التفاصيل. كيف تابعت أنت ما تم الكشف عنه وهذه المعلومات التي ظلت على مدى 20 عام قيد الكتمان؟ أهلا بك الزهاد، تحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. بعتقد أن هنالك عدة نقاط يمكن الإشارة إليها. أولا ما ذكره ضيفك من أن هنالك رفض للنموذج القطري في ذلك الحين، وعند المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تكن هنالك جزيرة ولم تكن قطر قد دخلت فعلا في هذا الإطار، وبالتالي هذا القول لا يمكن الموافقة عليه. هذه نقطة. أما فيما يتعلق بالبرنامج فهنالك الحقيقة عدة نقاط لافتة ومثيرة للاهتمام. لعل النقطة الأهم والأبرز أن البرنامج الحقيقة حاول أن يتجاوز بسرعة أو حتى يتجاهل وصول الشيخ حمد بن خليفة إلى سدة الحكم والإطاحة بوالده، وهذه الحقيقة هذا الحدث يمثل نصف المشهد إذا شئت، لأن هذا الحدث هو الذي مهد لتلك المحاولة الانقلابية. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة أن هنالك بعض المعلومات المتناقضة التي وردت في هذا الفيلم الوثائقي، لعل أهمها أن أحد الضيوف قال بأن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان قد شجع الأمير المعزول على القيام بالمحاولة الانقلابية، مع أن نفس هذا الضيف قال بأن الشيخ خليفة نفسه هو من جنده، وبالتالي هنا تناقض واضح وصريح. نقطة ثالثة أيضا الحقيقة توثيق الأحداث التاريخية في وقت تبقى مؤثرة على ما يحدث من مجريات الحياة السياسية، باعتقادي أنه من المبكر جدا لأن هذا الحدث ما زال يؤثر ولكن على أرض الواقع. النقطة الرابعة فقط إذا سمحت لم يكن مخصصا ولم يناقش فقط نقطة أخيرة. البرنامج لم يكن مخصصا ولم يناقش كيف وصل الشيخ حمد إلى سدة الحكم، وإنما ناقش بعض التفاصيل وكشف عن تفاصيل ربما سرية، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه في هذه المقابلة. لا، لأن الحقيقة من قاد المحاولة الانقلابية هو الأمير خليفة، وبالتالي كيف يمكن أن تتجاوز ذلك الحدث لكي تركز على حدث آخر؟ كل الذين تحدثوا في البرنامج وقالوا بأنه تم تجنيدهم في هذه المحاولة الانقلابية التقوا مع الشيخ خليفة، وبالتالي هو الذي كان يدير كل هذه العملية. أنت عندما تتجاوز هذا الحدث الذي يؤسس لحدث آخر، كيف يمكن أن تكون تلك هذا شأن داخلي باعتقادي. اسمح لي، هذا شأن داخلي قطري لم يمس بسيادة إن كان السعودية أو الإمارات أو مصر أو البحرين. من الجيد ازدهار بك بأنك أشرت إلى هذه النقطة، وهي نقطة على غاية من الأهمية. الحقيقة عندما يذهب الشيخ خليفة إلى زعماء الدول الخليجيين ويعتبر بأنه هو من يمثل الشرعية في دولة قطر، ولا يعترف بالتغييرات التي حدثت في يونيو 1995، باعتقادي أن ذلك لم يعد شأنا داخليا، خصوصا أن الشرعية هنا والتي كان ينافح عنها بقوة الشيخ خليفة هي التي الحقيقة هي كانت ربما من أحد العوامل التي اجتذبت عدد من الضباط ومن المسؤولين الأمنيين في قطر، وبالتالي هذا ما سمح بالمرور إلى محاولة تنفيذ تلك المحاولة الانقلابية. وبالتالي الحقيقة عندما حدث ما حدث في قطر في العام 1995، ذلك ترك أثرا حتى على الدول الخليجية. قطر ليست دولة معزولة، قطر لها علاقات مع الدول الخليجية الأخرى، هنالك يعني علاقات. يعني نفهم من ذلك بأن ذلك ظل ذلك هدفا لهذه الدول على مدى 20 عام حتى يومنا هذا؟ باعتقادي أن هذه مقولة خاطئة تماما، لأن السياق الذي نتحدث عنه هنا في المحاولة الانقلابية 1996 مختلف تماما عن السياق الذي يحدث حاليا. في العام 1996 كان هنالك خوف من أن تكون هنالك موجة للانقلابات، خوف من حالة عدم الاستقرار التي يمكن أن تلف منطقة الخليج برمتها. أيضا الحقيقة النظام الجديد، وحقيقة وهنالك كان اجتماع مجلس دول التعاون في مسقط، الحقيقة لم يحدث هنالك توافق. ما تقول السيد رامي يؤكد ما تقوله الآن يؤكد إذن ضلوع هذه الدول في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة.
الحقيقة إذا سمحت لك فقط لكي أكمل الإجابة عن سؤالك وهو مهم، السياق الذي يحدث حاليا أن هنالك اختلافات أساسية وجوهرية في إطار الأزمة الخليجية التي تحدث حاليا، أولها فيما يتعلق بالربيع العربي حيث ترى الدول الخليج الأخرى أن ذلك يمثل تهديدا لحالة الاستقرار الموجودة في دول الخليج، ثانيها أن هنالك خلاف حول الإسلام السياسي، وبالتالي هذان النقطتان لم تكونا موجودتين في العام 1996. نعم الحكومة الشرعية في ذلك الحين الممثلة في الشيخ خليفة هو من قاد تلك المحاولة الانقلابية، وهذا ما حاول البرنامج أن يتجاهله لكي يركز على الأدوار الدول الخارجية. أعود لأطرح نفس السؤال، هل ذلك مبرر لأن تدعم هذه الدول محاولة انقلاب في قطر بعد كل هذه التفاصيل؟ الحقيقة أن المبرر ربما هم من يتحدثون عنه، لست أنا من يعطي هنا مبررا أو غير ذلك، ولكن أنا أحاول أن أضع الأمور في سياقها وفي إطار فهم تلك الدول، لأن الشيخ خليفة ظل يمثل الشرعية على الأقل من وجهة نظرها، وهي قامت باستقباله، لا بل أنه كان يزور الدول الخليجية وكان يعامل معاملة الزعماء، وبالتالي كان هنالك حالة رفض للانقلابات لأن تكون أساسا للوصول إلى الحكم وخوفا من انتقال العدوى إلى دول أخرى. شكرا جزيلا لك من باريس رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في